نحيي ذكرى يوم الأرض الخالد على طريقة بنادر الغصون الثانوية، المؤسسة التي تؤكد دائما وأبدا على دورها الوطني في إعداد جيل محب لوطنه، معتز بتاريخه وبتاريخ نضالات شعبه. نؤكد على دورنا التربوي في أن المنهاج الفلسطيني في اليوم الذي تأسس فيه لم يكن فقط منهاج ليقدم معلومة فقط، ومنهاج يشمل الطريقة التي تقدم فيها المعلومة، الأسلوب، الوسيلة، القيم. هذا الدور الذي سنجذره اليوم من خلال شراكتنا مع وزارة الثقافة في طول كرم ممثلة بالأخ منتصر الكم باستضافة وفد من أهالي سخنين. يوم الأرض هو كتخليد إنه لازم نخلده أذهاننا وأذهان أولادنا والجيل القادم. كيوم هو طبعا بمثل لنا العزة والفخر لارتقاء 6 شهداء من أرضنا أو من بلدنا، دفاع عن الأرض، دفاع عن الوطن، تيقول للسلطة أنه لا للظلم، إحنا مش رح نسكت بعد هاليوم للمصادرات والتضييقات والتمييز اللي إحنا عم نعيشه. يوم الأرض هو يوم تاريخي لمش أو ليس فقط لعرب 48 بل للأمة، للفلسطينيين والأمة والعرب ككل في بالعالم كله يعني. فهذا اليوم بيمثل لنا الشموخ والعزة، وبقول لنا إنه إحنا لازم نكمل المسير، مسير الشهداء إن شاء الله من بعدهن.